في حقيقة الأمر ما يحدث في الجزيرة هو بحاجة إلى إعادة نظر من حيث التوصيف القانوني بشكل كامل. اليوم هنالك طرف انقلب على الدولة وهنالك طرف أجنبي يمارس سلطة الدولة السيادية على هذه الجزيرة، وهذا وفقا للقانون ما يعد خرق صريح وواضح للقانون الدولي والميثاق الأمم المتحدة، ويعد أيضا جريمة عدوان دولة ضد دولة، لأن العدوان قد يكون عسكريا، قد يكون العدوان على الاعتداء على سيادة هذه الدولة وقراراتها وسلطتها السياسية والاقتصادية إلى غير ذلك، وهو ما نشاهده فعلا اليوم موجود على الأرض حيث تمارس دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. طبعا هذه الممارسات هي بشكل عام تريد أن تخرس كافة الأصوات التي تنادي بأحقية أبناء سوق قطرة باختيار النظام السياسي وبتأييدهم للحكومة الشرعية إلى غير ذلك، طمعا من خلالهم إلى نسيان هذه المحافظة وتقديم رسالة للعالم بأن أبناء هذه المحافظة راغبون ورابون بالوضع السياسي الجديد الذي تدعمه دولة الإمارات العربية.